الصوت تمام؟ تمام جامد. ازيك؟ كالعادة فقبل ما نبدأ فأنا حابب أشكر كل واحد فيكم على الدعم اللي انتوا بتقدموه على القناة دي. احنا وقت تصوير الفيديو ده كسرنا 100,000. حلقة النهاردة بما اننا يعني برضو لسه قاعدين في البيت بشكل موضوع مطول شوية، فهنتكلم شوية عن التصوير في البيت وازاي نقدر نستغل الاضاءة الطبيعية بتاعتنا، وازاي كمان نقدر نستغل الحاجات اللي موجودة في المحيط بتاعنا ان احنا نقدر نخرج بصور شكلها حلو زي الصور اللي هتشوفها دلوقتي. قبل ما نبدأ تعال نتفق على نقطة يعني مهمة. النقطة دي حاول تفتكرها دايما قبل ما تيجي تصور اي حاجة، وخصوصا في تصوير زي حلقة النهاردة. انت لو عايز تصور اي حاجة عموما حاول ترتب الالوان في دماغك قبل ما تبدأ، يعني حاول يكون عندك فكرة عن الشكل النهائي اللي انت عاوزه، عشان لما تيجي تدور على حاجات تقدر تستخدمها ده هيسهل عليك عملية البحث يعني، وهيخليك يعني عارف انت بتدور في ايه مش تايه يعني. فنقطة الالوان بتبقى مهمة قوي علشان كمان يبقى في تناسق كده في الصورة، بتبقى يعني كله ماشي مع بعض. وزي ما قلت لك قبل كده فالنقطه دي بتعلى عندك لما بتغذي عينك، انت حاول تتفرج على صور كتير شبه اللي في دماغك بحيث انك تقدر تكون فكره عن الحاجه اللي انت عايز تطلعها. بس كده انا النهارده هتكلم معاك عن تصوير المنتجات، بس انا مش هتعمق قوي في تصوير المنتجات، يعني نقدر نعمل حلقه تانية نناقش بقى الموضوع بشكل اكبر. بس النهارده انا هركز على نقطتين تقريبا، هما الاضاءه اللي انا هستخدمها والشكل واختيار العناصر ازاي بيفرق معايا في شكل الصوره. وبالمناسبه فتصوير المنتجات ده واحده من الحاجات اللي انت تقدر تستخدمها في انك تتربح من التصوير زي ما اتكلمنا في الحلقه اللي فاتت. اول حاجه هي مصدر الاضاءه، وانا هنا استخدمت الاضاءه الطبيعيه او اضاءه الشمس اللي داخله من الشباك. فانت حاول تشوف احسن نقطة بيدخل فيها شمس عندك في البيت وتختار وقت مثلا من الساعة 9 لحد الغروب او ايا كان الوقت بتاع دخول الشمس عندك، تيجي جنب الشباك بتاعك وتبدأ ترص العناصر بتاعتك اللي انت هتصورها. زي ما قلت لك فحاول يكون في عنصر مشترك ما بينهم سواء في اللون او في الشكل او في الفكرة عموما يعني. وانا النهاردة هتكلم عن طريقتين في تصوير المنتجات. اول طريقة هي انك تركز على المنتج بتاعك او العنصر بتاعك الاساسي اللي انت عايز تصوره بشكل كبير قوي بحيث انك تخليه هو الوحيد اللي موجود في الكادر بتاعك. والنقطة التانية انك تخلي العنصر بتاعك جزء من كل، يعني تخلي فيه مشهد كبير قوي وهو جزء منه. ده اللي احنا هنشوفه مع بعض. خد حلقة. بمناسبة المنتج اللي هيتصور، وبما اني بحب الاكل ومين ما بيحبش، فانا قررت استخدم اكل في التصوير بتاعي وهو ده هيكون العنصر الاساسي بتاعي. وبمناسبة ان احنا وصلنا 100,000 فشركة اطلب قررت ان هي تدينا حلاوة انا وانت. عملوا كود اسمه عبدو OT40 او عبدو 40. الكود ده هيديك خصم 40 جنيه على اي اوردر انت هتطلبه عن طريق الاب، فانا هسيب لك الاب تحت تقدر تحمله وتروح تحط الكود ده. هقول لك برده المكان اللي انت هتقدر تحط فيه الكود ده، هتلاقي كده فوق حاجه لونها اخضر اسمها يوز فاوتشر. بعد ما تدوس عليها هتلاقي مطاعم كتير قوي، اختار المطعم اللي انت عايزه. بعد ما تعمل الاوردر بتاعك هتيجي كده في الاخر وهتلاقي تحت كده مربع هتضيف فيه الكود بتاعك عبدو OT40، وهيديك خصم 40 جنيه على اي اوردر انت هتطلبه. الكود ده هيكون شغال لمده 3 ايام، فهسيب لك اللينك تحت تقدر تحمل الاب وتقدر تطلب الاوردر بتاعك وتستخدمه في تصوير زي ما انا استخدمته. بس ما تاكلش الاوردر قبل ما تخلص تصوير، روح اطلب من اطلب بس وخد حلاوه. نرجع تاني، بعد ما طلبت الاكل بتاعك او اخترت المنتج اللي انت عايز تصوره وجمعت كل العناصر بتاعتك اللي انت هتستخدمها في التصوير، هتروح عند الشباك وتبدا ترص العناصر بتاعتك. زي ما انت شايف كلها حاجات ممكن تبقى موجوده عندك في البيت، يعني كرسي على سجاده على ترابيزه، ان كان ايه هو اللي موجود عندك فانت تقدر توفق ما بينهم وتخرج بنتيجه حلوه. يعني مثلا زي الباك جراوند اللي انا حاطط عليها الاكل دلوقتي، دي عباره عن صاج قديم كده ممكن تحس ان هو ملوش اي لازمه، بس في التصوير زي ما انت شايف شكله بيفرق. فحاول تفكر بشكل اوسع للحاجات اللي انت ممكن تستخدمها عندك وجرب كل حاجه متاحه. وانا هنا ركزت على ان التصوير بتاعي يكون بزاويه 90 بحيث ان كل العناصر اللي انا حطيتها تبدا تبان معايا. في دايما كمان حاجه بسيطه حاول تعملها وانت بتصور برده المنتج بتاعك او ايا كان الصوره بتاعتك، وهي انك تضيف عنصر بشري للصوره بتاعتك، يعني مثلا انك تضيف ايد او تضيف رجل. زي ما انت شايف فانا لما حطيت شخص في الصوره يعني الموضوع بقى شكله اروش، فحاول تضيف اي عنصر بشري يكون موجود في الصوره بتاعتك، او حتى انت حاول تضيف ايدك تكون جوه الكادر. اهلا بيكي، اهلا بيكي، جت الحمد لله على السلامه. مش العبي 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 العبي، ما انت بقالك فتره غايبه.
خدي راحتك ماشي، بس كده حاول تضيف عنصر بشري يكون موجود في الصورة بتاعتك. الصورة التانية وهتكون تركيز اكتر على المنتج. فكرة الموضوع انك بتعمل حاجة من ورا وحاجة من تحت، بحيث انك لما تحط فيها العنصر يبقى التركيز كله رايح على العنصر بتاعك. فحاول برضو بشكل بسيط كده انك تعمل زي خلفية وتعمل برضو زي ارضية وتحط العنصر بتاعك في النص. في حركة كمان بسيطة قوي عايز اقولك عليها وبتفرق فعلا في شكل الصورة بتاعك، هي انك ازاي تعوض نقص الاضاءة بتاعك بما اننا بنصور بمصدر اضاءة طبيعي، وانك تنور الاماكن الغامقة في العنصر بتاعك او في المنتج اللي انت بتصوره. كل اللي هتعمله انك هتجيب ورق ألمونيوم، ده ورق زي ده. لو افترضنا ان دي الشمس وده العاكس بتاعي، فالشمس هتقع على العاكس فتعكس الاضاءة وتنور الاماكن الغامقة في الصورة زي ما انت شايف. عارف هي باينة ولا مش باينة؟ بس هي ممكن تكون باينة اصلا على وشي دلوقتي. تعالى برضو نبص على الفرق اللي بيحصل لما بتعمل الحركة البسيطة دي. بص الصورة من غير ما احط اي عاكس هتلاقي الدنيا ضلمة، اول ما احط العاكس هتلاقي ان الاضاءة بتقع على العاكس وتقع في الجنب التاني من العنصر اللي انت بتصوره، فلو في اي حاجة غامقة في الصورة بتبقى افتح. بس يلا بقى ايه، وريني النتيجه بتاعتك. بعد ما تصور الصوره بتاعتك نزلها عندك في الستوري في الانستجرام واعمل لي منشن، واحسن صور هعرضها معايا هنا في الحلقه اللي جايه. فيلا قوم صور، سلي كده القعده في البيت. اخر حاجه كمان هتلاقي برضو لينك الايديت اللي انا استخدمته على الصور دي، فتقدر تحمله وتنفذه على الصور بتاعتك. بس كده، ما تنساش بقى تعمل لايك والشير وتشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، علشان المرحله اللي جايه عايزين نوصل 200,000. وما تنساش تقول لي رايك في الحلقه دي وعايز تشوف ايه في الحلقه اللي جايه. والله انا مش ناسي حلقة المونتاج، هعمل حلقة المونتاج. خد